جاي تحتفل بالزمالك؟ اتفضل. جايه طبعا احتفل بصور افريقيا خدناها من الاهلي النهارده، بس لسه مستني اللعيبه تخرج. يعني الماتش امبارح شفتيه ازاي؟ الزمالك كان الافضل طبعا، كان احنا اللي كنا نستحق ان احنا نفوز. في الاول جه اللي هي ضربه الجزاء دي، مش عارفه هي ضربه جزاء ولا ايه، اول مره اشوف ضربه جزاء في حياتي. ودينا ضربه جزاء. ايوه ودينا كمان ضربه جزاء بتاع الدنجا. ايوه صح كده. ايوه. طب هنا قولي لنا، لما الحكم قال خلاص رجع للفار وقال ضربه جزاء، كان ايه بقى كشعورك كمزاج كزاوية؟ ازاي يعني ضربه جزاء بعد ما الكوره يعني الكوره خلاص شوت خلصت وخرجت؟ الماتش كان خلاص، قلت خلاص ضاع مني؟ لا كنت شايفه في اللعيبه يعني حاجه، شايفه في امل. لسه في امل جدا. هدف ناصر منسي عاد الروح للفريق وعاد الروح للزملكاويه برضه في الشارع. خلاص ما بقاش منسي. خلاص عادي مسكوم. ايوه عادي الزملكاويه. جايه دلوقتي في استقبال البعثه طبعا. ومنتظراهم، عايزه تقول لهم ايه؟ عايزه اقول لهم مبروك رجاله، عملت كل اللي عليكم والحمد لله ربنا. قطع مسافه قد ايه لوصولك المطار؟ يعني شفت تصريحات احمد بلال ازاي كزملكاويه؟ او اللي قال لا لا اتكلمي، اللي قال هو ده السبب اي حد اللي كان للزمالك ياخد البطوله اثر بالايجاب ولا بالسلب؟ بالايجاب طبعا. انت شفت كل اللعيبه تقريبا بتخرج، حتى جوميز قال ده احنا الكلام هو ده اللي ادانا الدافع الاكتر ان احنا نموت نفسنا على البتاع عشان كده. ايوه طبعا. كل النادي الله.